النمسا تعلق مساعداتها لوكالة أونروا في غزة. المستشار يرفض تقديم موعد الانتخابات قبل موعدها المحدد. محكمة تؤيد استمرار القيود المفروضة على الحدود المجرية. خلاف داخل حكومة فيينا حول طريقة صرف المساعدات لطالبي اللجوء. شرطة فيينا تدعو 1000 شخص للعمل معها هذا العام. فتاة تقاضي معلميها بعد رسوبها بمادة الرياضيات. مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. أعلنت النمسا عن تعليق المدفوعات لوكالة أونروا التابعة للأمم المتحدة في غزة بسبب اتهامات تورط موظفين في هجوم حماس على إسرائيل. ودعت وزارة الخارجية إلى تحقيق شامل مؤكدة تجميد كل المساهمات المالية حتى التحقق من صحة الاتهامات، حيث تنضم النمسا لدول أخرى في قرار تعليق التمويل وتستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بوسائل أخرى. ومنذ الجمعة علقت 10 دول تمويل الوكالة مؤقتا إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظف من الأونروا في هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. رفض المستشار النمساوي كارنياهما فكرة تقديم موعد انتخابات المجلس الوطني إلى مارس، مؤكدا استمرار القوى في الائتلاف الحكومي. وأشار نيهما إلى أن خطة الحكومة للعام الجديد تركز على زيادة الدعم والنمو مع التركيز على تقليل المزايا الاجتماعية للمهاجرين، وأكد أن التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية يساهمان في زيادة الإيرادات وتعزيز الاستثمارات في النمسا، في حين يتوقع أن تؤدي التدابير ضد الهجرة وتقليل المساعدات الاجتماعية إلى خفض الإنفاق هذا العام. أيدت محكمة في النمسا استمرار القيود على الحدود المجرية النمساوية في ولاية بورغنلاند في إطار جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية. وأكد يوهان زينك محامي الولاية استمرار القيود على معبر بورغنلاند الحدودي في شايتندورف الذي يمكن الوصول إليه فقط كمنطقة للمشاة بإذن خاص منذ ديسمبر الماضي. وأوضح المحامي أن هذا التنفيذ يتماشى مع القوانين في النمسا والمجر، في حين تشهد ولاية بورغنلاند تدفقات كثيفة من المهاجرين غير الشرعيين. عرض مسؤول اجتماعي في الحزب الاشتراكي فكرة بطاقات الدفع وفضل صرف النقود وتقديم فرص عمل مناسبة لطالبي اللجوء. وبعد سعي المستشار نيهما لتغيير نظام تقديم خدمات عينية لأولئك الذين لا يمتلكون إقامة أو حق لجوء، أكد نائب عمدة فيينا فيدركا أن الخدمات العينية قد تكون أكثر دقة في بعض المجالات، وتختلف المساعدة الاجتماعية في النمسا حيث يحصل الأفراد في المأوى على مبلغ 40 يورو شهريا، والذي يظهر اختلافا في الرأي بين أعضاء حكومة فيينا حول الأمر. أجرت شرطة فيينا أكثر من 2 مليون ساعة عمل إضافية في العام الماضي بسبب نقص حاد في الكوادر البشرية. وتسعى قيادة الشرطة في فيينا لتعيين موظفين جدد لتفادي هذا الوضع، حيث واجهت الشرطة تحديات كبيرة بما في ذلك احتجاجات المناخ وإغلاقات الشوارع ومظاهرات فلسطين. وتسعى الوزارة ومديرية الشرطة إلى معالجة هذه القضية من خلال حملة توظيف ومعرض للمعلومات لتحقيق هدف توظيف 1000 شخص هذا العام، حيث تم تعيين 415 موظف فقط العام الماضي. قامت فتاة مراهقة في سالزبورغ بتقديم بلاغ ضد مدرستها، وذلك بعد رسوبها في مادة الرياضيات مرتين على التوالي. وتلقت الطالبة تقييما ضعيفا، ورغم تقديم شكوى والسعي لفرصة جديدة حصلت على تقييم مماثل، ما دفعها للجوء إلى المحكمة. ورغم تحسن أدائها في امتحان اللجنة حافظت على مستوى ضعيف في الأداء الشفوي، وأكدت المحكمة الإدارية صحة التقييم بناء على تأخرها نصف ساعة لحضور الامتحان وعدم قناعة المحكمة بالحجج الأخرى.
كانت هذه نشرتنا مشاهدين لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.